منذ مغادرته مقر تجمع نادي الوداد البيضاوي بالدار البيضاء، أعلن اللاعب الدولي السابق جمال بن العمري العودة إلى البطولة الجزائرية. ولكن قضيته أكثر تعقيداً مما يعتقده البعض، لأنه لن يضطر فقط إلى إيجاد اتفاق مع الوداد فيما يتعلق بإنهاء عقده، بل سيحتاج أيضاً إلى إعفال التوقيع مع ناد محلي. وهذا نظراً لأن تمديد فترة الانتقالات الشتوية يتعلق فقط باللاعبين الذين يلعبون في البطولة الجزائرية. قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات، ما زال مسؤولو شبيبة القبائل يبحثون عن مستقدم خامس قبل إغلاق الميركاتو. أولويتهم هي تعيين حارس مرمى، لكن إذا لم يتمكنوا من العثور على حارس، وتم عرض مدافع محوري جيد لهم من الآن حتى يوم الغد عند منتصف الليل، فلن يقولوا لا. لكن المؤكد هو أنهم لن يستقدموا فقط لمجرد الاستقدام. ومع ذلك فإن السؤال الذي يطرحه الأنصار هو لماذا طلب الجهاز الفني من إدارة النادي التخلي عن فكرة التعاقد مع حارس مرمى قبل أن يغيروا رأيهم بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس حديد خلال المباراة الودية الأخيرة التي خاضها اللاعب. كانوا يعتمدون على حارس المرمى الشاب هذا قبل أن يدركوا أنه أيضاً ليس مطمئناً، وأنه لكي يحقق شبيبة القبائل أهدافه سيتعين عليه انتداب حارس مرمى رفيع المستوى وذو خبرة. كانت رغبة مسؤولي شبيبة القبائل هي استقدام غاية مربح، ولكن للأسف فضل الرجاء البيضاوي إعارته لاتحاد طنجة بدلاً من قبول عرض الرئيس ياريشان. على الرغم من أن جميع حراس المرمى الجيدين متعاقدين مع نواديهم، إلا أن مسؤولي شبيبة القبائل ما زالوا يأملون في العثور على حارس قبل إغلاق سوق الانتقالات. لاعب الوسط أحمد معطله وصانع الألعاب آدم رجم بدأ التدريب رسمياً مع الفريق. كان اللاعبان الجديدان حاضرين يوم الخميس في جلسة الاستئناف، وتم تدريبهما مع زملائهما الجدد. وقبل بدء الجلسة، عقد المدرب ميلود حمدي لقاءً مصغراً كما فعل مع المهاجم سمير سمايلاجيتش عندما انضم للفريق في أنطاليا. أراد المدرب الترحيب بهم في المجموعة وهنأهم على اختيار اللاعب لشبيبة القبائل. لا يزال جوبا أوكاسي ممنوعاً من الانضمام إلى المجموعة، ولا زالت قضيته بعيدة عن التسوية، حيث طرد من الفريق بسبب مقاطعته التدريبات قبل مغادرة الفريق إلى تركيا بسبب عدم حصوله على أي راتب لعدة شهور، ولا يزال اللاعب غير مصرح له بالانضمام إلى الفريق، حيث غاب أوكاسي عن التحضير الشتوي بعد قرار الإدارة عدم الاعتماد على خدماته لبقية المشوار. هو يتدرب مع الاحتياط، وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يتقاضى أي راتب لمدة 22 شهراً، يرفض أوكاسي فكرة ترك شبيبة القبائل والانتقال إلى ناد آخر. على الرغم من اتصالات من بعض أندية البطولة الجزائرية واقتراح عرض من فريق عراقي، لا يزال لدى اللاعب أمل في العودة إلى المجموعة في الأيام المقبلة. هو ممنوع من التدرب مع الفريق الأول، وبعد أن قام بالإعداد البدني منفرداً انضم للفريق الاحتياطي لبضعة أيام من أجل الحفاظ على مستواه في انتظار استئنافه مع الفريق الأول.